بحسبة بسيطة ووضح لنا إن كان هذا الفهم صحيح أم خاطئ. ما يتعلق بمحافظة نينوى وتحديدا الجلسة الأخيرة يعني لمجلس النواب، الجلسة الليلية التي تم فيها تقسيم دوائر محافظة نينوى، ببساطة يعني كمرشح يعني كناخب لا يمكن لي أن أصوت لمرشح يبعد عني خطوتين يمثلني، يعني يمثل هو جاري، ولكن يعني صوتي سيذهب لمرشح آخر ربما يبعد 47 كيلومترا كما حصل على سبيل المثال عند دمج حي العرابي مع ناحية المحلبية، يبعدان عن بعضهما بعضا 47 كيلومترا. هذا الفهم صحيح أم خاطئ؟ نعم، من مخرجات العملية السياسية المتردية طوال هذه 17 عاما ما حصل من عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو استكمال لمسلسل الهيمنة والتسلط السياسي على مقدرات العراق عموما ومحافظة نينوى خصوصا. ما تفضلت به أختنا الكريمة هو ما كنا نتحفظ عليه من هنا، أن هناك نية مبيتة لبعض النواب في تقسيم دوائر محافظة نينوى والموصل بطريقة تخدم مصالحهم الانتخابية القادمة وتؤمن لهم إلى حد ما فرصة للعودة إلى المشهد السياسي من جديد. ما تكلمنا به خلال الأسابيع الماضية بعد أن علمنا أن هناك نية مبيتة لاقتضام الموصل إلى أجزاء وضمها مع أقطية ونواحي، مع العلم نحن ليس لدينا اعتراض مع بخصوص أي ناحية أو قضاء مجاور لمحافظة نينوى، فجميعهم أهلنا وشعرنا، لكن اعتراضنا كان على الطريقة والآلية التي أرادوا بها تقسيم وتميع قضاء الموصل أو مركز قضاء الموصل عفوا. ما جرى يوم أمس هو ترسيخ لهذه المخاوف والتي عبر عنها الشارع الموصلي وفي محافظة نينوى، جسد ما كنا نحذر منه، بحيث قسم يعني بالنسبة لنا حميداتهم جزء من الموصل الحقيقة، يعني هم أهلنا، وأيضا بالنسبة للمحلبية هم امتدادنا العشائري، ويعني ما عدا أي إشكالية، لكن هضم حي المأمون الحقيقة الذي يضم 6 إلى 7 أحياء سكنية مع جنوب الموصل، طبعا هذه فد طريقة أو تقسيم يعني مضحك الحقيقة وفاضح وسوء النية واضح للعيان للقاصي والداني، وبالتالي نجحوا إلى حد ما في قضم جزء من قضاء الموصل وإلحاقه ببعض الأقطية والنواحي. رغم ذلك إن شاء الله نحن يعني متفائلين. نعم، في مرد ذلك التفاؤل، مرد ذلك التفاؤل لم يبقى سوى أن نحث الجميع على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، خاصة إذا أيضا ما وقفنا عند نقطة مهمة تتعلق باعتماد ضرورة اعتماد البطاقة البيومترية لا البطاقة الإلكترونية، لأن الإلكترونية تسمح بالتزوير تصادر إرادة الناخبين على عكس الأولى البيومترية. هل هناك من سبل أخرى غير ما ذكرت؟ نعم بالضبط، هو هناك رغبة جماهيرية الحقيقة في محافظة نينوى عموما، حيث أن التهميش والإهمال يطال المحافظة من أقصاها إلى أقصاها. هناك رغبة حقيقية بالتغيير والمساهمة في عملية انتخابية قادمة، يعني المفروض أنه تغير شكل الخارطة السياسية التي تدير محافظة نينوى. فمن المعلوم أن محافظة نينوى تدار من خارجها للأسف منذ 17 عاما، تم يعني مقدراتها مهدورة مهملة، مستشفيات وخصوصا بعد حرب داعش وما والتداعيات التي خلفت هذه الحرب التي كانت مأساة على المدينة، لم يعقب ذلك أي نوع من الإصلاح أو الإعمار أو الاهتمام، بالعكس زاد الإهمال وزاد التقاسم وزادت المحاصصة وتبددت ثروات المحافظة عموما. فبالتالي هناك رغبة حقيقية في الشارع في محافظة نينوى في الاتجاه باتجاه الانتخابات القادمة وتغيير الوجوه الفاسدة التي لم تقدم شيء لهذه المحافظة منذ 17 عاما. فيما يتعلق بالبطاقة البيومترية، نعم مطالبنا هي اعتماد البطاقة البيومترية كوثيقة وحيدة للانتخاب في الانتخابات القادمة إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط المدني بمدينة الموصل محمد العبيدي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.